السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تحليل أداء الدولي الجزائري سعد بن رحمة في المواجهة التي جمعت بين فريقه ويست هام وفريق نادي أولمبيك ليون في مسابقة الدوري الأوروبي. طبعا سعيد بن رحمة شارك أساسي في المباراة وفي تشكيلة المدرب دافيد موس، ولعب 45 دقيقة في المباراة، وتم استبداله مبكرا بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها صديق سعيد بن رحمة في الشوط الأول. لهذا المدرب ضحى بسعيد بن رحمة ليدخل مكانه مدافع. طبعا لعب 45 دقيقة، قدم أداء جيد متوسط، أو نقول عليه أداء جيد بالنسبة للشوط الذي لعبه. فمباراة كانت صعبة اليوم ضد فريق أولمبيك ليون في مسابقة الدوري الأوروبي. لدينا إحصائية الآن، إجمالي التسديدة كانت تسديدة واحدة على المرمى. أخطأ الذي حصل عليه لم يحصل على أي خطأ، حالة تسلل واحدة، نسبة التمرير بنسبة 50% كمعدل جيد، لم يصنع أي فرصة، لمس الكرة 23 مرة كلمس الكرة في شوط واحد فقط. وبالنسبة لإحصائية على مستوى الدفاع، طبعا لدينا الاعتراضات، اعتراض واحد، تدخل ناجح واحد بنسبة 100%، فقد الاستحواذ مرة واحدة التي فقد فيها الاستحواذ. على العموم سعيد بن رحمة اليوم لعب شوط متوسط نوعا ما. مباراة كانت صعبة على فريقه ويست هام ضد فريق أولمبيك ليون. طبعا التغيير المبكر لم يسمح لمشاهدة سعيد بن رحمة أكثر ويقدم أداء جيد، فنتمنى له التوفيق في المباريات القادمة مع فريقه ويست هام في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الأوروبي. لا تنسى الاشتراك والتعليق في فيديو جديد. والى